إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الشعور بالإرهاق المستمر من الأعراض اللي بيشعر بيها كتير من الناس، وبيبقى مش عارف ليه. إيه أسباب الشعور بالتعب ده والإرهاق ده، ونقدر نتغلب عليه إزاي؟ اللي بيشعر بتعب مستمر أولاً لازم يعمل بعض الفحوصات البسيطة اللي تطمننا إن ما عندوش مشكلة مرضية كبيرة، لأن أحياناً الشعور بالإرهاق بيكون سببه بداية مرض معين وإنت لسه مش عارف، ضغط عالي، سكر عالي، أو أسباب طبية تانية. فلازم نعمل بعض التحاليل المبدئية اللي ممكن توصلنا لسبب الشعور ده إيه. صورة دم كاملة اللي هي عدد خلايا الدم، وظائف كبد، سكر صايم وفاطر، وظيفة كلى، تحليل الغدة الدرقية، تحليل الدهون في الدم، لأن أي خلل بأي حاجة من الحاجات دي ممكن ما تعرفوش إلا بالصدفة، وأحيان كتير بيظهر بس في صورة الشعور بإجهاد وإرهاق مستمر. لكن إذا عملنا كل الفحوصات دي وعرضنا نفسنا على الطبيب وأكد لنا إن كل الحاجات دي سليمة، لازم ندور إيه السبب اللي عامل لنا الإجهاد والتعب ده. لازم تسأل نفسك مثلا، بتنام كويس ولا لا؟ وبتنام ساعات نومك أكتر الصبح ولا بالليل؟ لأن اللي بيقلب نومه يصحى بالليل وينام بالنهار ضد الطبيعة الربانية اللي ربنا خلقنا عليها، غالبا هتلاقيه بيشتكي دايما من التعب المستمر. اللي بينسى يشرب مية كفاية حتى في الشتاء، شرب المية بكمية كفاية من الحاجات اللي بتساعد دايما على اليقظة والنشاط وحيوية الجسم. اسأل نفسك طبيعة أكلك إزاي؟ بتاكل فواكه وخضروات كويس ولا لأ؟ علشان الفيتامينات المهمة جدا واللي مش موجودة إلا فيها، ولما بتقل عندك ممكن تعملك الشعور بالإرهاق والتعب المستمر، زي فيتامين به المركب وفيتامين سي وفيتامين دي. راجع نفسك لو عندك إجهاد دائم، شوف نشاطك البدني وحركتك قد إيه، علشان لو أنت من الناس اللي بيكسلوا ونشاطهم البدني قليل وبيعتمد مثلا في كل انتقالاته على العربية وما بيحاولش يمشي ولا يلعب أي رياضة، غالبا مع أي مجهود ولو قليل هيشعر بتعب. في النهاية عايزين نقول إن غالبا الشعور بالتعب والإرهاق الدائم بيبقى محتاج بس بعض التغيرات البسيطة في سلوكياتنا ونظام حياتنا، ونحافظ دايما على النظام الصحي السليم. دمتم سالمين. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.